من مئات السنين عرفت الشواطئ القطرية واحدة من أقدم طرق صيد السمك وهي المساكر. هذه المساكر انتشرت على طول الساحل القطري شرق وشمال وجنوب. قصتنا مع البحر طويلة ما نعرف لها حدود. الأوليين جوروا البحر وتغنوا فيه بالكرم والجود. من السيف بدت القصة، وعليه عمروا المدن وبنوا البيوت. ومثل الحجر الصامد من مئات السنين صملوا الأوليين، تحدوا قساوة الزمن ويد بيد متكاتفين. بنوا سلاسل طويلة كل حجر منها يروي قصة كفاحهم، حوطوا فيها آمالهم بسقية بحر تأمنوا دامهم. مع كل سقية اغمرت تعب وشق الأوليين، جات ثبرة وحملت معها الرزق والأمل لهذا الجيل. اليوم وجهنا الديرة لمنطقة فريحة، نوقف عداد الأيام ونخطف شراع وندش على زمن الأوليين، ونبندر على واحدة من طرق صيد السمك القديمة، ونعيش معاكم تجربة بناء المسكر مع عيسى بن راشد النعيمي. توفير الودام هو واحد من أهم التحديات اللي واجهت الأوليين. لقمة عيشهم واحدة ومصيرهم واحد. وانجى الوقت هب وهبت ريال واحد يد بيد تحدوا الطبيعة وسابقوا الوقت وبدأوا أول فصل من قصة إعمار المسكر. المساحة اللي ينبني عليها المسكر عودة وتحتاج لعدد كبير من الحصى والرجال. الحزوم القريبة الواسعة هي المكان اللي كان يقصدونه هالديرة يدورون الحصى الصمي بكل أحجامه. ضرب الأرض بالهيب واستخراج الحصى عملية شاقة ومتعبة وتحتاج لعدد كبير من الرجال. هذه المرحلة طويلة وتستمر لأشهر وممكن تأخذ سنوات، وهذا كله يعتمد على تكاتف الجميع وتواجدهم كلا حسب ظروفه. براشد، المساكر ليش يستخدمون الحصى بالذات؟ ليش ما يستخدمون مواد ثانية؟ لأن الحصى اللي يسلمك يستقيم أكثر، والحصى ما يتغير، خاصة إذا حصى صم. حصى الصم ما يتغير. العوامل اللي تصير التيارات البحرية ما يأثر عليها، لأن اللي خلاص بنيت به بنى عليه الشنص وتماسك، حتى لو دار هواء ولا شيء ما يطير. يعني حقا نقول عمار المساكر اللي عندنا هني أكثر من 100 سنة. أكثر من 1000 سنة. وماسكة وماسكة ولا تغيرت على ما هي. ما شاء الله. نعم. أي وقت من السنة يبنون في المسكر؟ أي وقت يعني. ما له وقت محدد يعني بنيان. أي وقت. سواء كان صيف ولا شتاء. لا أي وقت. أي وقت يعني. الحصى موجود وكل شيء. الحصى موجود. الناس تكاتفون بعضهم مع بعض. نعم. ويبنون. الحصى وش النوع اللي يستخدم؟ في نوع معين من الحصى؟ لا الحصى هو العادي، هذا الحصى اللي عندنا اللي في الحزوم. الصمي. الصمي هذه ما في غيره. والموقع اللي يصيدون فيه الحصى دي اللي يأخذون من الحصى. هذا الحزوم. هذا الحزوم موجود. اللي هي بقلعون ويبنون ويحملون على الدواب. من الحزم يأخذون الحصى. وبعدين. يحملون على الدواب ويدونه للسيف. ما شاء الله. ومن السيف يحملونه على الشوشة هاي ويدونه ل. كان الموقع اللي هم اللي يبنون فيه. الحين الهيب هذه كانوا يستخدمونه عشان يكسرون فيه الحصى. نعم، الهيب هاي عشان يقلع الحصى من الحزوم والمطارق يكسرونه بها. الشغله دي شاقه؟ اي بالله شاقه.
فيها تعب. فيها تعب وايد لان التكسر والشيل وهذه والنقل لو ما عندهم سيارات ينقلون فيها. صحيح. عندهم الدواب هاي يحملون عليها ويكرمون ويكرم المستمعين الحمير والجمال هاي اللي يحملون عليه. وليه هناك قرب السيف حملوا على شوشه ودوا مكان الموقع وبنوا فيه المسكن. الحين عندنا الحصى قدامنا. شلون الطريقه لو توضح لنا يبا لهن طريقه شيل الحصى. شيل الحصى الله يسلمك هذا هالشكل. تضرب الحصى هلا وتقلع هالشيء. خلاص هذه الحين تكون الحصى انقلعها. ما شاء الله. وهاي ثاني. تحور لها من يمين ويسار وتكسر هي. ما كانت شغلة هينة يبا الأول. لا بلا مو هينة. شغلة قوية. وهذه الحصاة شلها وياك. هاي خلاص هاي الحصاة في مكان. بعد أشهر طويلة من الشغل في البر وعلى السيف تكون النتيجة إن شاء الله إعمار المسكر وصيد وفير لهالبلاد. الأوليين ارتبطوا في البحر وتعلقوا فيه ودرسوا أدق تفاصيله. بخبرتهم عرفوا وحددوا الأماكن اللي يرعى فيها السمك وفراستهم هي الأمل والأساس اللي بنوا عليه مسكرهم. براشد ليش اخترت هالمكان بالذات؟ المكان هذي لأنه فيه مرعى سمكة وفيه ضرب حق سمكة قوي. هنا. تعرف والمكان زين موقعه حلو فيه سور وفيه بطح. يعني تحين بالنظر من السيف تعرف إذا إذا الموقع زين ولا مو زين. من وشو من مثلا من, من المكان الموقع نفسه الموقع نفسه يبين عليه إنه فيه خوار صغار وفيه بطوح وفيه سور. إيه نعم. والسور تحبها السمكة ترعى فيه. وشو تعرف إن السمكة كانت موجودة في المكان؟ موجودة تحصل نبرها موجود. وش النبر؟ نبر هو مرعى السمكة الضرب اللي في البطح. اي نعم يبين ان البادحه يبين ضربها. يعني الحين شلون نعرف الحين هني موجود ضرب سمكه؟ هاي اكو موجود ضرب سمكه. وينه هذا ضرب سمكه؟ هذا الحين بس هذا بادح صغار. بادح صغار. هاي بادح صغار. يعني تعرف ان هذا بادح صغار. نعم يرعون ترعى السمكه. هاي مرعى السمكه. واذا في وقت معين الحين تحط فيه المسكر؟ لا اي وقت. يعني ما في وقت معين من السنه تبني وخلاص وتباري على طول. يعني مثلا طول السنه عندك الوقت مفتوح؟ مفتوح تباري على طول. ما صيف اشتاء صيف اشتاء على طول. مع اللي صار اشتاء احسن عشان يصير بلخه زين والدم يدم المسكر. اثبرت المايه يعطيك على كيفك خليك تبني. يعني الحين اثبرت المايه توضح لك الصوره في المكان. توضح الصوره في المكان وتبني يعطيك على كيفك. زين الحين اخترنا هالمكان. نعم. مايه ثابره الحين عندنا. صحيح مايه ثابره. بنبدا نسوي المسكر. بس لو تشرح لي إيه؟ هذا المسكر شلون تبني الحين؟ خلينا نقول هذا الله يسلمك السيف. هذا الحين السيف. هذا السيف المسكر. إيه؟ لازم اخلي هني البحر. هني البحر. هذا البحر افتح عن السيف على الاقل 15 متر. حلو 15 متر عن السيف عشان السمكه سقت المويه سكت السيف السمكه تدخل مني ولا عقب الله يسلمك نسوي المسكر. مسافه كبيره يمكن كيلو اقل من كيلو. كيلو هالشكل المسكره هالشكل كيلو. أيوة. كامل او اكثر من كيلو بعد. الحين اذا بدينا من هاي هالمكان شو يسمونه اذا بدينا هذا الله يسلمك. هذا اليد يد المسكر وهذا ظهر المسكر. هذه يد المسكر لازم نسوى على حد المايه هنا. هذا المايه حد وهني شو يكون موجود الله يسلمك تكون نقع النقع اللي شفناه هذا الله يسلمك تجمع فيه السمكه كلها. هذا يسمونه المبار المسكر. يعني بدينا الحين بيد المسكر. ايه من ظهر المسكر تكون اللنقع موجودة. نعم اللنقع موجودة في ظهر المسكر. هذا ظهر المسكر المنقع حق ليش السمكة. ليش خلينا المنقع في ظهر المسكر؟ لأنه تجمع السمكة من اليد يروح الظهر كثير على الأول وتضرب في المسكر. نعم تسوي في اللنقع. ما شاء الله. زين هذا يسمونه المبار الله يسلمك. المبار. المبار. نعم. زين وإذا رجعت هنا هاي بعد يسمونها المبار؟ هذا اليد. اليد الثاني. اليد الثاني اللي تحد عليه من السيف. بعد من السيف للسيف يعني. من السيف للسيف. بس الله ما تترك مسافة عشان تدخل السمكة. والسمكة تدخل من فوق بعد سقت الماء تركب من فوق. من فوق المسكر. وترعى وتلهى مع الراعي تثمر عنها الماء تعود يلطمها المسكر وتبقى في الانقع. ارتفاع المسكر تقريبا ايش كثر؟ يمكن اقل من يمكن 50 سنتي. 50 سنتي 60 سنتي بس. تقيسه على وشو؟ على الساقي والثبرة؟ على الساقي والثبرة. تشوف الماء ايش قوها هرها الرفع تحت الركبة فوق الركبة. فأنت لازم تنطر الماية تسقي إيه؟ وتثمر عشان إيه تعرف تعرف الماية إيه؟ عشان المسكر يتغبى بس متشدش من فوق. زين
إيه؟ حنرجع حق موضوع النبر. النبر الحين انت قلت لي هاي نبر بدحة. اي نعم. شلون تفرق بينهم؟ بدحة الله يسلمك ضربها على طول هالشكل. هاي ضرب البدحة. وشلون تعرف ان هاي ضرب بدحة؟ لان بوزها صغير. من بوزها البدحة. اي تبين ضربتها اذا كانت صغيرة تبين صغيرة، اذا كانت كبيرة تبين كبيرة. على نظرة الضرب. يعني مثلا خلينا نقول السبيطي تعرف ضربته شلون؟ السبيطي نعم هاي ضرب. هذا ضرب. تكون اكبر شوي. تكون اكبر من ضربة البدحة. يعني عندنا ضربة هناك، هذه ضربة كل شيء. هذا ضربة الله يسلمك بياحة. هذه ضرب؟ هذا ضربة بياحة. بياحة؟ اي، هاي بياحة حافرة. وشلون تعرف ان الحافرة اللي بياحة هني؟ هذا شوف، حافرة الله يسلمك، هذا لأن هذا مزورق المكان، في زراق. هني في زراق، هاي زراق من وين يجي؟ هاي من تحت من البطن، من تحت البطن. وتاكل من وشو؟ تاكل من الدود هذا، شوف. هاي الدود صح؟ هذا الدود احنا مطلعينه من هنا، شوف هاي الدود تاكله البدحة هذي. هاي هو الدود اللي تاكل البدحة. ايوه، وفي زرع الكبار. يعني انت لها المكان عشان هالدود. تروح الريحه، تروح الدوده وتسيده على اولها، تركز بوزه وتطلع الدوده تاكلها. ما شاء الله. نعم. اخترنا المكان. نبي نعرف الحين شلون ينبني المسكر وطريقته. نعم. من بدايته من اليد. احنا نبتدي من اليد. نهاية عملية استخراج الحصى هي بداية لمرحلة جديدة، وسباق هالبلاد مع الوقت ما انتهى، وفي هالمرحلة السيف هو خط النهاية. الحصى اللي جمعوه لازم ينقلونه لموقع المسكر. الأول، رفاهية وسائل النقل غير متوفرة، والطريقة الأمثل لنقل الحصى هي ظهر الدواب. العمل يبدأ من اللحظة اللي يشق فيها النور وما يوقف لين المغرب. كانوا هالديرة يجمعون كميات كبيرة من الحصى على طول السيف، مقابل المنطقة اللي بيعمرون فيها مسكرهم. أولى مراحل إعمار المسكر دق نياشينة لتحديد مساره وحجمه. تستمر عملية دق النياشين لأيام عديدة، وهذا حسب حجم المسكر. هذه النياشين تشكل العمود الفقري للمسكر، والحدود اللي يتحدد فيها الطول والمساحة المطلوبة. راشد، الحين يبنى العصي ويبنى الهيب. الهيب شو نسوي الحين؟ نبتدي في المسكر نبنيه، بس بنحط النياشين قبل. النياشين هذه إيه؟ تعطيك اتجاه المسكر عشان تنيشن عليه الحين عشان البنيان. المايه ثابره، فانت تعرف انا عارف لو يبنى الحصى شلناه على شواش ولا شيء والمايه سايدين نعرف نقول له على النياشين. زين، شلون بثبت الحين؟ نثبت المشاة نخيلها نثبت. لازم تكون ثابتة صح. أكبر عشان ما تطيح الحين. أيوه أثبتها الحين الله يسلمك. بنروح نثبت الثاني الحين من هني بنبدأ حق الثاني. أيوه، على اتجاه المسكر اللي بنبنيه. هذه الثانية. يا رب الوادي وادينا
مع سقية الماية تبدأ عملية نقل الحصى على الألواح الخشبية. هذه الألواح تطفح على ماء البحر وتساعد بنقل أكبر عدد من الحصى، واللي بدورها توفر الوقت والجهد. راشد، الحين حطينا النياشين. نعم. عرفنا طريق المسكر. نعم. شلون نبني المسكر؟ احنا نبتدي باليد. اليد اول شيء. نبتدي من اليد، بنسوي لها حنوه صغيره. اول مكان يسمونه اليد. اليد نعم. شلون ترتيب المسكر؟ شلون يستوي المسكر؟ المسكر نرتبه على اساس على اساسين هني من البدايه. شلون طريقته؟ الحين احنا مثلا صفت الحصى وحجامه، شلون؟ احنا بنصف الحصى الصغار تحت. الصغار يكونوا تحت. ايوه. الصغار تحت بيكون هالشكل. هالشكل تحت. هتعطل طولنا طولنا. طول الحصى عرض ونحط فوق هذه. هذه طريقه اول شيء. هاي اليد. اليد هاي اليد لانها صغيره هني، وتكون الحصى صغار نسوي له. هذه طريقه المسكر. ليش الحصى صغار اول شيء؟ عشان يتشب له فوق، الحصى الكبار يتشب حق الصغار ينزله في الارض تحت. يعني الحصى الكبار يحط فوق عقب. ايوه عشان ينزل هذه في الارض عقب. الحصى الصغار ينزل يعني مو تعالوا قط الحصى بس. لا لا لازم ترتيب الحصى، لازم بلا ترتيب بلا صف. هاي عقب المدة الحين سوينا الحانية ذي صح؟ نعم الحانية ذي. وش كثر تترك من السيف مسافة؟ تترك يمكن 15 متر 20 متر عشان السمكة تخش. نشتغل اليد، يجيب الحصى صغار أول، صغار يجيب اللي صغار. براشد الاول من كان يسوي المسكر؟ المسكر يعني الاول يتعاونون عليه الفريج كلهم، يتفازعون عليه. وسائل الصيد الاول ما عندهم الا المساكر. ما عندهم الا المساكر، ما عندهم شيء ثاني، ما عندهم الا حديد ولا عندهم، ما عندهم الا الحصى، يجيبونه من الحزوم ويتساعدون عليه. يتساعدوا عليه ويصفونه. الحين هالحانيه ليش سويتها؟ حانيه عشان سمكه تلطم وتعود. لو جات تستقص بقى الحنوه اثبرت المايه توهق السمكه. توهق ما تقدر تطوف. احنا كل ما لنا نعرض شوي، كل ما رحنا غزر كل ما عرضنا. يعني كل ما طلعت صوب الغزر تخلي مكان اعرض شوي. اعرض حق المذي ونرفع الحصى، وان كان ساسين نعرض نسوي ثلاثه اربعه خمسه على حسب الارتفاع، وهذه وعلى حسب السقيه بعد. على حسب السقيه والسبره لازم انت تقيسها على السقيه. حاسبه على المايه، اذا دش طالع المايه لازم تعرف السقيه لوين ترتفع. لازم المسكر يتغبى، لأن السمكة تشقح المسكر صحيح؟ إيه تشقح المسكر. نعم تشقح المسكر، وتي مع السيف وتدش معه تستقص ترعى داخل ويلطمها المسكر الصيده. وشو أكثر سمكة تنصاد في المساكر؟ البدح، الشعوب، البياح، حواقيل، قرقفان، سبيطي. السبيطي بس السبيطي موجود الحين مقرض. السبيطي ما الموت الأول، الأول سبيطي وايد. براشد قلت ثلاث أساس. نعم ثلاث أساس. حصتين ثلاث. ها يعني هاي ثلاث اساس. اي هذاك اساس وهي اساس. عقب يصير اربع اساس، يعني حطينا حصى رابعه اربع اساس. اربع اساس. اي وحطيت هذه خامسه صار خمس اساس. زين ومتى تزيد هذه؟ كل ما زيد كل ما تعمق. كل ما دخلنا في البحر زود. اي نعم. كل ما عمقنا وكل ما رفعنا المسكر، كل ما لو يرتفع 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 حسب الماء. شلون نرفع المسكر الحين؟ رفع المسكر من البدايه. يلا. اخذنا حصتين هالشكل. الحين نبدا نرفع الرفع. الرفع. زين وشلون تصيد قياس رفعة المسكر؟ الحين شوف على حسب المايه. انت تقيس مع السقيه والثبره؟ انك إيه بتوقف على السيف تشوف المايه. هنا هل اللي سويته انت تغبى ولا 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 طالع؟ يعني تغبى؟ يعني غبته المايه. ها يتغطى بالماي. ايوه الحين بسوي ساسين هنا. شوف بسوي ساسين فوق برد النبهه. الحين برد النبهه. مسكر صفينا الحصى. هنا ردنا بالنبهه. شوف وترفع. حطينا ها وانت رافع. الحين كمالنا ونرفع. وانت رايح وترفع. اي كمالنا ونرفع.
ما نروح على الشكل. الحين الصوص صار أربعة. الحين صار أربعة. كم تعمقنا شوي دخلنا في البحر زود. كم زدنا؟ تنزل. الحين بدل ما كان ثلاثة بيكون أربعة. نعرضه شوي. عرضه عشان بيزيد. يصير ارتفاعه أرفع. يكون أرفع شوي. إيه. هذا اللي صار على سلمك المسكر صار الظهر. إيه هاي خاصة وصلنا حق مرحلة الظهر. هذا بس عشان المشاهدين يشوفون نحن المسكر. يكون عرض فيه المسكر. كل ما كان عرض كل ما كان اثبت. كما ايه كما كان اثبت نعم. صار عرض صار اثبت. هذا هني وصل له خمسه صوص الحين. ايه ما عليه خمسه صوص زين. حلو. بعد هلا خمسه. راشد الحين وصلنا حق صوص العود. احنا سوينا ثلاث صوصات ورفعنا المسكر فوق. انزين. هذا بيكون الظهر المسكر. اخر شيء نحط عليه؟ حط عليه حصى كبار عشان ما يبيع. اكبر الحصى صح؟ اكبر الحصى عشان يخليه سي مع الابي. يعني الحصى الكبار عشان يثبت. ايوه. عرفها عراض عليه ايوه. كم عرفته كم صار احسن. فالحين اشتغل أيوة. على الحصى الكبار. ايوه حصى الكبار. حصى الكبار. ما عليه طاحت نعدلها. وكل ماله وترفعها ها؟ كل ماله وترفعها الحين، خلاص اخر رافعه ذي الحصى الكبار. هاي يكون تكون خلاص اخر رافعه ذي، خلاص حصى واحده، صوص واحد. بس بس. ومن بعدها شو يصير؟ من بعدها خلاص شوف شو رفع انت الحين. شلون يتماسك عقب؟ يتماسك الله يسلمك يجيه الشنص يبني عليه. وش الشنص هذه؟ الشنص هاي مثل المحارب الصغيره. شنص هاي تلحم بعضها مع بعض على الحصى. تتماسك مع الحصى. تماسك تمسك في الحصى. والحصى هذه عقب سنه يقلب يصير اسود كله. يصير اسود؟ كله يصير اسود هذه. انزين. هاي الحين دام سوينا المجسم وعرفنا شلون طريقه المسكر. نعم. نبي نروح نشوف المسكر الحقيقي. الحقيقي بنروح ان شاء الله. توكل على الله. راشد هالمسكر كم عمره؟ هذه والله مفتحنا عدنا احنا نشوف هالمساكر يقولون الاوليين هاي من الاف السنين من قبلهم ما شاء الله لحقوا عليها. الحين المسكر تبارك الرحمن تشوف شكله شوي مختلف غير عن اللي احنا عارفه في دخله هني ودخله من الصوب الثاني وحاضره ورانا. نعم. اشرح لي شو اللي صاير هني؟ شلون صار يسلمك المسكر في حاضن اليسرى. نعم. ويده واصله للسيف قاصره عن السيف يمكن حوالي 40 متر 50 متر وقصر اليد الثاني بعد كذلك. ولهم اسامي مختلفه المساكر؟ كل واحد يسمي مسكره باسمه. يعني هالمسكر الحين شو اسمه الحين عند الحين؟ والله ما له اسم لكن الاولين كل واحد يسمي له مسكر لكن في اسامي اليراف في العريش. اي نعم. المفنزر في الخوير. يعني كل واحد يسمي المسكر بالاسم اللي هو يبيه. بالاسم اللي يبيه. اللي هو راعي المسكر. نعم المسكر نعم. ما شاء الله. زين الله يسلمك الحين عندنا اللون. لون الحصى متغير عن الحصى اللي حطيناه اللي جربنا. نعم. الحصى الله يسلمك شو السبب اللي تغير لونه؟ تغير عقب سنه ينقلب من تغير من الحصى الابيض يصير اسود يقلب اسود. زين وشلون يلحم؟ ويبني عليه الله يسلمك الشنص هذا الشنص اللي يبني عليه هذا الشنص. الشنص وش هو الشنص؟ الشنص مثل المحار بس صغار يلصق في الحصى. هذه هو؟ هذا هو يلحم شوف لحم الحصى ذي مع ذي. تبارك الرحمن يعني بروحه يلحم طبيعة من الله يلحم وهذه حي
في حياه؟ اي نعم. يلصق مع الحصى وفي حياه. ويمسك يعني يخلي المسكر يتماسك. يتماسك المسكر ما يطيح. زين وبعد فتره طويله هل المسكر يحتاج ترميم؟ يحتاج لازم تعديل. ترميم المسكر هواء ولا شيء ولا مشبكه جايته ولا شيء يطيح لازم يبله تعديل الاعمار هذا يدك كله فيه. فيتعدل الفتره تقريبا كل شهور كل سنين يتعدل. لا تعدل يعني انت ليت اليوم شفته طايح عدلته. لا يبي له يومين ثلاثة ايام ما يبي تعديل. ليش انت يعني طايح شفت شيء مختلف فيه؟ يعني ليت تباري شوفه طايح تعدله. ما شاء الله. كم ما عدلته كم ما صاد ازيد. وخليته مثلوم لا. فلازم تحافظ عليه المسكر. السمكه تطلع لازم تحافظ عليه. اي نعم ما شاء الله. وبين هالحاصة في اشياء ثانية تعيش والسمك يعيشون. يعيش الله يسلمك الصبان موجود. الحويت يلصق فيه. الصبان اللي هو الصبان هذه هو هذا هو هذا هو الصبان هذا هو شوف لاصق هذا هو هذه ميت ايه؟ هذه حي شوفه لاصق هذه الحي هذا حي نعم اي نعم يسمونه صبان الصبان والحويت وهذه هذه الغواقه ذي السوداء اي نعم هذه بعد تلصق على الحصى تبارك الرحمن نعم يعني تكون عليه طبيعه بحريه نعم نقول وحياه فيه والحياه موجوده الحياه موجوده نعم الشنص حي والصبان حي وهذه السمكه تتغذى على المسكر لا السمكه تتغذى في بطن المسكر. اي نعم. في مكان باطح ولا شيء. يعني الحين المسكر يتكون عليه حويت والشنص وهال ممكن تاكل منه. يمكن بعد ممكن تاكل منه تتغذى منه. اي نعم. وتتغذى من اليسور تحصل بعد الشنص تحفر تحصل الشنص الصغير هاي بعد الابيض. اي نعم. هاي بعد تاكل منه. بعد ما تختار القوع ايه؟ اللي بتسوي خاصة عليها خاصة الشعم والصبيطي يحب اليسره مع البدح. ما شاء الله. ياكل من اليسره. احنا اول قبل تبني المسكر الاوليين كانوا يختارون الموقع الموقع لازم يكون يسرى اليسرى بعد زين حتى يتاكدون اذا فيها سمكه وفيها صيد المسكر كما صار في بطنه يسرى كما صار اصيد اي نعم بيصيد الشعم وبيصيد العريضي وبيصيد البياح لان البياح تحب اليسور ما شاء الله والشعم يحب اليسور والعريضي يحب اليسور والبدحه تحب البطح تاكل الدود اي نعم تعبر تنبر لها نبر وتعرفها من نبر تعرفها من نبرها والبياحه كذلك تنبر بعد تروح البطح تنبر نعم. تعرفها من نبرها ما شاء الله الحين المايه هنا عندنا سقت نعم والحين ثبرت المايه ثبرت المايه نعم في سمكه تلقى موجوده؟ موجوده في المسكر موجوده السمكه نعم السيد ايش رايك نمر نشوفها؟ لازم نمر نشوف المباريه الحين نشوف توكل على الله تسقي المايه وشوي شوي تغبى المسكر وتدخل السمكة ترعى تبي الدود والصقوع والأعشاب البحرية مثل الفراني وغيره ولين ثبرت الماية فصارها المسكر تختلف أنواع السمك اللي يصيد المسكر وأكثر ما يصيد السمكة البيضة مثل البدح والقرقفان والبياح والشعوم والسبيطي والصافي ويصيد الخثاق والقبقب والخل. راشد تبارك الرحمن المسكر صايد. المسكر صايد نعم. السمكة ما شاء الله موجودة. صايد بدح وصايد قرقفان. وش أنواع السمك اللي ينصاد بالمسكر؟ المسكر يصيد البدح، يصيد القرقفان، يصيد الشعوم، يصيد فسكر. تبارك الرحمن. يصيد لخم. زي أعطيتني هذه. حواقيل. قلت لي هذا اللي يود فيها السمك. نعم هذا اللي يود السمك فيها. زين شلون تيود فيها السمك؟ أي شو اسمها أول شيء؟ هذا الصخوب. صخوب. نعم هاي الصخوب تشب على السمكة تشب هالشيء. يعني تحطها على السمكة وعقب تدخل يدك وتمسك السمكة. عشان لا تضربها ولا تضربها بنيزة ولا يلا نجرب نشوف. جرب. توكل. هذا هم عندك. هذا لهم الحين موجودين. شب عليهم. أيوه. أول شيء. شب عليهم. الحين نبدا ايوه شيل السمك ايوه هذه وش براش ذي؟ اوه هاي بدحه رياشيه تبارك الرحمن نعم سمينه ما شاء الله اي بالله سمينه هذه القرقفانه هذه وش براش؟ قرقفانه تبارك الرحمن نعم قرقفان ايوه وهذه الطريقه اللي هاي الطريقه اللي ما اللي تيود فيها ما تعور السمك لا تضربها ولا شيء على طبيعتها تيودها نعم تيودها وهذا بعد هذا عندك سنتين هني شب عليهم الفسكر الفسكر قلت ناخذه ناخذ طايحه اي هذه امورها طيبه ايوه بس احتياطا نحطه ايه تبارك الرحمن ما هو ظاهر انه الصخور الكليه ذي حجمها تبارك الرحمن براشد يعني كليه اي ما شاء الله شو يصيده تبارك الرحمن اللي يصيده نعم حجمها عود كبيره نعم
الحين صدنا القرقفانه والبدحه والفسكره بعد ايش عندنا؟ عندنا فسكر. هذه وش يبو؟ تبارك الرحمن. شنو ذي؟ هذه وين هاي لخمه؟ هذه لخمه لخمه كبيره. هذه خطره؟ اي بالله خطره. الواحد لازم يحاسب منها يعني؟ لازم تحاسب من شوكتها اللي ضربتك. خلاص شوكتها يعني وايد خطره؟ بالله خطره. يعني الحين اللي مثل المشارة اللي دخلت الله يسلمك دخولها سهل لكن خروجها صعب. هذه لازم تحاسب منها؟ لازم تحاسب منها. الشحوم وين؟ نبي نشوف لنا شحم. الشحوم هني تعال حيها. توكل. هذا وش هو الحين ابو راشد؟ هذا الشعب عريضي. الشعب عريضي. عريضي؟ نعم. تبارك الرحمن. هذا الشعب. زين ابو راشد الحين جايب خيشه. نعم. الاول الله يسلمك كانوا يستخدمون الخياشه. الحين في اشياء الاول الخياشة الله يسلمك يقصونها من النص. اي نعم. ويخيطونها يحطون عليها حبل يسوونها مثل معلاقه مثل المخلاه. ما شاء الله. اي زين ابو راشد المساكر وصيته نفس الاول ولا جل صيده؟ لا قال صيده ما مثل الاول. الاول طبع ازر من هالشيء. وش تسوون في السمك اذا ما عندكم لا ثلج ولا شيء؟ ناخذ اللي قدنا بس. تاخذ على قدك والباقي تخليه؟ تخلي الباقي في النقعه بس تسقى عليه الماء. ما عليه شر؟ لا ما عليه شر. اكو حي شوفه يعني هل بس ينطر الماء تسقي بس بيروح. اذا سقت ماء يعني مروح يروح. نعم يعني الحين المسكر خلينا نقول صديق للبيئه. صديق مسكر ما يضر السمكه ولا يذبحها. ولا يذبحها. شوفه عينك هذا هو. الله خير يا ابو راشد على هالمعلومات الطيبه عن المسكر والسمك والصيد الاول عندنا في قطر. واحنا حاضرين لكم في اي وقت. ما قصرت يا ابو راشد. الله يسلمك. مشكورين. اخذنا فكره عن المسكر طريقه بناء المسكر وش اللي صيده المسكر. يقول لك ياور بحر ولا تياور غني.